المتسول واللي بعت لنا الخطأ ده. الخطأ ده عفرتني أنا شخصيا وخلاني ما كنتش عارف هو فين، برغم إن كذا واحد زي ما انتوا شايفين خد باله منه. قاعدين على الترابيزة في الجنينة والحاجات مرصوصة على الترابيزة بشكل معين، وقدام الكاميرا على طول في زرع، بس لما بتيجي اللقطة كلوز بنفهم هما كانوا عاملين كده ليه. كانوا بيخبوا المايك اللي على الترابيزة قدامهم واللي كان واضح زي الشمس، بس كان مستخبي في اللقطة الوايد. شياطين الليل واللي بعت لنا الخطأ ده عماد أوتاكا. لما حسن حامد بيقع على السلم بيبان بوضوح وش الدوبلير اللي بينزل على السلم بداله، وحتى في نفس المشهد بس في أوله بيبان دوبلير فريد شوقي وهو على الأرض. فاستن فيريس بيعدي من العربية من جنب تراك، فبيلاقيه متدلدل منها، فبيحاول ينقذه بيسيب العربية ليها علشان تسوقها وبينط على تراك. وأثناء ما هو بينقذه بنلاحظ حاجة غريبة، بنلاحظ إن في كابل متعلق من وسطه من ورا، كابل أمان علشان ما يقعش من العربية، وده كان ظاهر بوضوح في كذا لقطة. خرج ولم يعد، واللي بعت لنا الخطأ ده صالح فريد جمعة زميله في الشغل بيتكلموا على حكاية الشقة وبيستفزه، فيحيى الفخراني بيتعصب ويبتدي يمسك فيه، لكن بيجي واحد تالت يهدي وياخده على جنب ويفض العركة ما بينهم. وهم ماشيين في الطرق والكاميرا بترجع لورا بيبان خيالها بشكل واضح على الحيطة. بطل من ورق طول الفيلم عمالين يلاحق على المصايب اللي بيعملها احمد بدير، ومنها انه قال انه الهدف بتاعه الجاي هو الكوبري، فممدوح عبد العليم بيروح للمكان اللي قال عليه ومعاه المنديل الاحمر زي ما اتفقوا، بس بيكتشف ان المكان اتغير وهم طالعين بالعربية علشان يلحقوه لما عرفوا ان هو هيفجر الكوبري. بيظهر حاجة غريبة مش طبيعية، حد خد باله منها؟ فين المراية القدامانية؟ غالبا ان هم ريحوا دماغهم وشالوها خالص لما لقوا ان انعكاس الكاميرا هيبان فيها زي الشمس، فقالوا يشيلوها ويخلصوا من وجع الدماغ ده كله على امل ان محدش ياخد باله. وفعلا عدت على ناس كتير. الجحيم اتنين، البومبة بتعدي من تحت المركبة وبتخش في المروحة، فالمركبة بتتفرتك 100 حتة. هم استخدموا في المشهد ده ماكيتا، ما فيهاش مشكلة في حد ذاتها طالما ما فيش حاجة تانية في الفريم تبين حجمها الحقيقي، لكن المشكلة أثناء الانفجار بيبان إن الحاجة دي اللي هي مفروض سلم مجرد ورقة بتتني. اعتداء واللي بعت لنا الخطأ ده لما حسين فهمي اخيرا بينجح في ان هو يخطف نجلاء فتحي ويبقى حطتها في الكنبة الورانية، بيبان ان الدنيا برا الليل، بس في اللقطة اللي بعدها بيبان ان الشمس لسه موجودة، وبعد كده في اللقطة اللي بعدها ترجع ليل تاني. خيانة مشروع واللي بعت لنا الخطأ ده هاني سلامة بيخش وهو متعصب جامد وبيزق الباب بعنف، فده بيخلي ظرفة الدولاب اللي جنب الباب بتقع، لكن بعدها على طول بنلاقي ان الطرفة لسه زي ما هي موجودة، وبعد كده بنلاقيها وقعها تاني. 45 يوم. اتعودنا في الافلام ان اغلب الوقت لما بيجوا يجيبوا خبر من الجرنان بيبان بشكل واضح انها حاجات ملهاش علاقة بالخبر الاصلي، لكن اللي حصل في الفيلم ده مختلف عن الافلام الباقية. هنا مش بس الخبر ملوش دعوة بالحادثة، لكن كمان باين ان كل جملة ملهاش دعوة بالجملة اللي قبلها، حاجات متلخبطة من مواضيع مختلفة، خبر سينمائي على حوادث على كلام ملخبط. الكيف واللي بعت لنا الخطأ ده مارك أنطونيوس. محمود عبد العزيز شايل الشنطة دي وماشي بيها وبيسلمها للممثل اللي قدامه، بس بيلاقي ان هو بيقول له ان وزنها 20 كيلو، المرة دي انا جايب لك 20 كيلو كرف، مع انه باين ان هو شايلها بايد واحدة ومن غير ما يزيل مجهود. وكمان لما بيسلمها للممثل اللي قدامه بياخدها منه بيشيلها بصبعين بس، يعني حتى ما توزنش 2 كيلو. والخطأ ده بيتكرر في اغلب الافلام، نادرا ما في حد بيهتم بالدقة ان هو يجيب حاجات تقيلة فعلا يخلي الممثلين يشيلوها علشان يبان ان هما شايلين حاجة تقيلة. ودي فيها ايه يعني؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مرة ليكوا هنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.